ومن العاصمة أبو ظبي دعونا نتعرف على إدكان، أحدث مشروع في مجال الصناعات الدوائية في الدولة. ضمن خطط طموحة للدولة لدعم الاستثمارات في المجال الدوائي وجعل أبو ظبي منصة استثمارية لانطلاق المشاريع التصنيعية المتخصصة وذات قيمة استراتيجية عالية، افتتح المصنع الأول لشركة أدكان الدوائية في إكاد الصناعية بأبو ظبي للبدء بالتصنيع التجاري. وتعتزم الشركة تصنيع مجموعة كبيرة من الأدوية لها قيمة استراتيجية لتزويد السوق الإماراتي، ومن ثم الانطلاق للتسويق في المنطقة والأسواق الدولية. وتم تدشين المصنع الأول للإنتاج التجاري بحزمة من الأدوية الفموية المتخصصة، تشمل أدوية القلب والجهاز الوعائي وأدوية الصرع والجهاز العصبي وأدوية السكري وغيرها، باستثمار يقدر ب200 مليون درهم، لتنتهي الشركة قريبا من استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لتصل قيمة الاستثمارات لنحو 350 مليون درهم. وتسعى الشركة للانتهاء من المصنع الثاني المخصص لتصنيع أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية، والثالث لإنتاج الأدوية الهرمونية، والمتوقع تدشين المراحل الأولى للإنتاج فيهما مع الربع الثالث من سنة 2023. سيكون هذان الصرحان أول مصنعين من نوعهما في الإمارات، فيما سيكون مصنع الهرمونات الأول من نوعه في المنطقة. ويسعى المصنع إلى توفير المنتجات الدوائية بأسعار مناسبة لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مستفيدا من الدعم الحكومي والموقع الاستراتيجي والسمعة العالية للدولة، الأمر الذي يعزز تطلعات الشركة في أن تصبح مزودا إقليميا وعالميا في مجال الصناعات الدوائية. ومن المتوقع أن تغطي منتجات المصنع أكثر من 20 سوقا عالميا خلال السنوات القليلة المقبلة. وتسهم مصانع شركة أدكان الدوائية في تقليل الاعتماد على واردات الأدوية من الخارج، تماشيا مع خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع نسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محليا. وتخطط الشركة لإنتاج أكثر من 50 صنفا دوائيا في المرحلة الحالية، والأدوية السرطانية والهرمونية في المرحلة المقبلة، بقدرة إنتاجية تبلغ 1 مليار قرص وكبسولة سنويا للمرحلة الأولى.